دكتور تامر شوقي، استاذ علم النفس التربوي جامعه عين شمس. مساء الخير يا دكتور تامر. مساء الفل يا استاذ تامر، اهلا بيكم واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا وسهلا. ايه رايك في الكلام اللي انا بقوله ده فيما يتعلق بان العصر اختلف وافكارنا كمان فيما يتعلق بالتنسيق والجامعات والمعاهد لازم تختلف؟ طبعا اتفق مع حضرتك قلبا وقالبا، وانا كنت مستمتع بالمقدمه اللي حضرتك بتتكلم فيها، وده رايي وراي كثير من خبراء التربيه في مصر. دلوقتي زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان سوق العمل تغير تماما عن ذي قبل، حتى اصبح كمان توجه في الدوله المصريه. الرئيس فخامه الرئيس السيسي اشار الى احنا نبعد شويه عن الكليات النظريه ونتجه الى مجال التقنيات والبرمجه وتكنولوجيا المعلومات. وعلى فكره دوت يعني فتح الباب ان هم يعملوا او الدوله تتجه الى تخفيض عدد المقبولين بالكليات النظريه زي اداب وتجاره وحقوق وتربيه بنسبه 25%، فاصبح المجال هنا نحو البرمجه ونحو تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. يا فندم الكليات ديت الميزه اللي فيها ان هي بتوفر للطالب فرص عمل، بتلائم سوق المستقبل او بتلائم المستقبل، يمكن الطالب من خلالها يشتغل من بيته ويشتغل في شركات عالميه ويحصل على دخل مرتفع جدا جدا. يبقى هنا ما بتحتاجش الى السفر للخارج، بتوفر عمله صعبه اللي احنا محتاجين ليها في الدوله المصريه في الفتره الحاليه وفي كل الفترات طبعا. فمن هنا الدولة المصرية اتجهت إلى أكثر من مسار، منها فنن أول حاجة الجامعات الحكومية فتحت فيها كليات للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الحاسبات والمعلومات إلى آخره. فتحت كليات أو جامعات خاصة فنن، عندنا حوالي 27 جامعة خاصة، جميعها تقريبا بتضم تخصصات كمبيوتر وتكنولوجيا وبرمجيات. فتحت جامعات أهلية حوالي 16 جامعة أهلية، فتحت جامعات تكنولوجية حتى مسمى جامعة فنن نفس تكنولوجي حوالي 10 جامعات، واحنا في سبيلنا ان احنا ننشئ 17 جامعه تكنولوجيه خلال الفتره الحاليه. فاحنا بالفعل يا فندم محتاجين ان احنا نغير ثقافه اولياء الامور في مصر، اللي احنا بدل ما نتجه طب هنا هنا بقى دكتور، هي دي النقطه. يعني حضرتك تفضلت متكرما بشرح ان الدوله ده توجهها وان العصر خلاص ده بيفرض الاتجاه ده سواء بره ولازم كمان نرضخ ليه جوه. هو السؤال بقى انا عايز استفيد منه بخبره حضرتك، انه ازاي انا كولي امر، ازاي دلوقتي حضرتك وبيسمعك كل اب وام عندهم ابن في الثانويه العامه وهيقعدوا كمان يومين لما النتيجه تطلع يفكروا ويحددوا الرغبات والاتجاهات والكليات وكذا، ازاي نكسر التابوهات القديمه؟ ازاي نلغي فكره ابني عايزه يبقى مش عارف كذا ولا كذا، ولا ازاي تخش معهد ده ولا ازاي مش عارف كذا، ده الكلام ده ممكن يخلي صورتك الاجتماعيه مش احسن حاجه. بص يا استاذ تامر، انا تقريبا من سنك وانا متابعك من زمان. كويس. حضرتك يا فندم دلوقتي اولى الامور، ايامنا لو انت تفتكر في الثانويه العامه كنت تلاقي معظم فصول المدارس في الثانويه العامه ادبي وفصلين دلوقتي علمي. صح. انا هقول لحضرتك دلوقتي مفاجاه، احنا حوالي عندنا 745 الف طالب في الثانويه العامه يا فندم في شعبتي علم علوم ورياضه اكتر من 500 الف طالب، وفي شعبة أدب يا فندم 200 ألف طالب. بسم الله ما شاء الله. ده بيعكس حاجة مهمة جدا يا فندم، إن أولياء الأمور أصلا عندهم خبرة وعندهم علم وعندهم صح. وعي، بس إحنا محتاجين نزوده إن الكليات اللي هي تتبع خبر اللي حضرتك قلته ده خبر مفرح جدا جدا، إن الاتجاه الأكثر نحو المواد العلمية ده هو ده لغة العصر. جميل جدا، وده اتجاه محمود وانا بحبذه واي حد يحبذه من الناس. صحيح. اللي هم مهتمين بشان التعليمي، فحته اللي احنا الطلاب دلوقتي يا فندم معظمهم في تخصصات علميه علم علوم وعلم رياضه، ده بيدي مؤشر جيد جدا الى وعي اولياء الامور والطلاب باهميه العمليه طيب العلميه. طيب فكره بقى كليات قمه وكليات قاع، الكلام اللي كنا عايشين عليه زمان ده. بص يا فندم، انا زي ما حضرتك قلت كده ما فيش حاجه اسمها قمه ولا قاع، يعني انا يمكن ادخل ابني بالحكم اللي هو العقليه المصريه التقليديه اللي احنا مرتبين كليات القطاع العلمي، كليه الطب ثم طب اسنان ثم صيدله والكلام ده كله، والهندسه نفس الشيء والحسابات والمعلومات، دي فكره اتدمرت تماما. ما ينفعش يا فندم انا اتبع الترتيب الكلاسيكي دوت وادخل ابني ده مجمع مجموع عالي الكليه اللي هي تناسبه، لا، انا اشوف ابني ايه رغباته وايه قدراته من ناحيه يا فندم، وايه الاحتياجات سوق العمل من ناحيه ثانيه. أيوة. واعمل نوع من الموائمه بين، يعني ممكن ابني يبقى جايب 90% بس ادخله كليه بتاخد 65% بس، الكليه دي هتدي له السلاح اللي يعرف يشتغل بيه في سوق العمل. ولا في اي مانع يا فندم، حضرتك خلي بالك يا استاذ، في ناس خد بالك بقى يا ريس بالبلدي كده بتستخسر المجموعه، يقول لك ده انا ابني جايب كذا، معقوله ادخله معهد ولا ادخله كليه بتاخد؟
طيب جميل جدا، انا هقول لهم حاجه هيتعظوا منها. فندم دلوقتي كليات الطب في جنوب الوادي زي ما احنا سمعنا السنه اللي فاتت والسنه دي نسبه النجاح فيها يا فندم 20 و21%. أحسنت. انا مش حكايه ان انا ابني جاب مجموع طب ادخله طب، ما افرض ان ابني دخل كليه طب ولم يجد نفسه في هذه الكليه، صح قدراته لم تتواكب مع هذه الكليه، مظبوط فبالتالي ابني هنا هيحبط. يبقى انا في الحاله دي هقول بيني وبين نفسي يا ريتني كنت دخلت كليه زي ما حضرتك بتقول كده مجموعه متوسط او معتدل ونجح وتفوق فيها وحقق ذاته مظبوط وحقق نفسه احسن من كليه القمه اللي هو فشل فيها، وبالتالي حصل له تداعيات نفسيه وتربويه غير محموده، ويمكن يحاول بعد كده يا فندم، يعني يمكن يقعد فيها سنه وسنتين ويبذل فيها الجهد وماله والطاقه ويجد في الاخر نفسه مش قادر، فبالتالي بيحول الى الكليه اللي هو كان اصوله يخشها من اول ما خلص الثانويه العامه بمجموعه مظبوط. كبيره دوت. وكمان يا دكتور اخر حاجه محتاجين نغير فيها المفاهيم بتاعه الشكل الاجتماعي والواجهه الاجتماعيه دلوقتي. فكره ان في حد بيشتغل اللي هو خريج صنايع او خريج حرفه ومعاه مهنه وكذا، كان زمان بيبص له بصه دونيه شويه عن اصحاب الشهادات العليا. الكلام ده كله العالم خلاص نسيه. طب هقول لك بقى مفاجأة تانية يا أستاذ تامر، قول. إحنا عندنا دلوقتي في التعليم الفني يا فندم، أنت عارف الصورة الذهنية اللي حضرتك بتتكلم عنها التقليدية عن التعليم الفني هو تعليم من الدرجة التانية. دلوقتي الدولة المصرية عملت حاجة اسمها مدارس التكنولوجيا التطبيقية، صح ودي مدارس منتشرة على مستوى مصر بالشراكة مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال. هقول لحضرتك مفاجأة إن الإقبال فيها غير عادي، وفي كمان قوائم الوزارة يا فندم، وفي كمان بتاخد مجموع أعلى من مجموع الثانوي العام، بسم الله نتيجة ما إن شاء الله. الكليات دي يا فندم بتهتم بالجانب التكنولوجي والجانب التقني اللي هو بيأهل الخريج ليه سوق العمل، فبالتالي الطالب هنا أصبحت لديه فرصة إما التحاق بالجامعات التكنولوجية أو التحاق بسوق العمل، صح، وفي كلتا ده الحالتين الشباب دول يا هتصحح. فندم بيجي لهم فرص عمل وفرص توظيف وهم بيدرسوا. بالظبط كده يا فندم، يمكن هو اصلا وهو شغال وهو في المدرسه يا فندم بيدرس، هو في المدرسه كمان مش في الجامعه، صح يطلع يشتغل ويجي يدرس في المدرسه، فبالتالي هنا بيحقق دخل احسن من 1000 خريج جامعه. احسنت احسنت، انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور تامر. و شكرا حبيبي. يعني فعلا اديتنا شرح وافي لفكره تغيير المفهوم وتغيير العقليه بناء على ان المجتمع اتغير. انا ما عنديش مشكله تفضل زي ما انت لو المجتمع فضل زي ما هو، لو العصر فضل زي ما هو، لو سوق العمل فضل زي ما هو بتاع زمان، ان انا اشتغل في الشؤون الاداريه ولا اشتغل في مكتب ولا اشتغل في الارشيف ولا اشتغل في وزاره مش عارف ايه، بطل الكلام ده. مفيش مفيش.